وكان الوفد الوطني سلم مكشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية إلى الأمم المتحدة في إطار اتفاق لجنة الأسرى والمعتقلين. كما ناقشت جلسة مشاورات رئاسية بين الوفد الوطني والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الانتقالية والضمانات. بعد مضي ما يقرب من 40 يوما من انطلاق المشاورات التي تحتضنها دولة الكويت، وفي الوقت الذي يصعب التنبؤ بموعد محدد لإبرام اتفاق سلام شامل وكامل ينهي العدوان السعودي، إلا أن هذه المشاورات دخلت مرحلة هي الأشد تعقيدا، كون المتحاورين بدأوا في مناقشة تفاصيل القضايا الرئيسية محل الخلاف بعد اتفاقهم مبدئيا على تأطيرها في عناوين رئيسية كتشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع الأطراف ولجنة أمنية وعسكرية عليا ومؤسسة الرئاسة ومهام مؤسسة الرئاسة أثناء المرحلة الانتقالية. رئاسة الوفد الوطني تشاورنا مع الأخ إسماعيل ولد الشيخ أحمد فيما يتعلق بتشكيل حكومة توافق وطني، تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، وأيضا هيئة الرئاسة والمرحلة القادمة أثناء المرحلة الانتقالية. التطور في هذه المباحثات أننا بدأنا نضع بعض الأسس، وبالذات فيما يتعلق باللجنة العسكرية ودورها في بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، والتي ستتولى عملية تأمين أولا أمانة العاصمة والمحيطها وبعض المدن الأخرى في الجمهورية اليمنية. الحوارات إيجابية تتجه نحو إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، ونحن في المؤتمر الشعبي العام همنا الرئيسي أن تكون هناك قرارات واضحة بالنسبة للجنة الأمنية والعسكرية على وجه الخصوص، وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة حكومة التوافق، لكي تتم في أثناء هذه المشاورات وتعلن في نفس الوقت مع اللجنة العسكرية. وعلى الرغم من أن النقاش لا يزال متواصلا وبوتيرة عالية في تلك القضايا الرئيسية وبمعدل جلستين يوميا صباحية ومسائية، إلا أن لجنة الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية قطعت شوطا لا بأس به وأحرزت تقدما ملموسا قد يرى تنفيذه النور قبل حلول شهر رمضان المبارك. تأكيدا من الوفد الوطني في لجنة الأسرى والمفقودين، قدمنا يوم أمس القوائم الخاصة بالأسرى والمفقودين والمخفيين قسريا، وكذلك الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، قدمناها لممثلي الأمم المتحدة في التفاوض، وننتظر إن شاء الله أن يقدم الوفد الطرف الآخر قوائم اليوم هذا اليوم. تقديم هذه القوائم في وقت مبكر بهدف التأكيد على أننا في الوفد الوطني نبحث عن السلام، نبحث عن إيقاف العدوان الغاشم على بلدنا، تأكيد حقيقي على أننا نتلمس معاناة الأسرى والمفقودين ونتلمس معاناة أسرهم. لذلك نتمنى إن شاء الله أن يقدم الوفد الطرف الآخر قوائمها اليوم حتى يتم تبادل هذه القوائم والبدء العملي والفعلي في تبادل الأسرى والإفراج عن عدد من الأسرى من الطرفين. حوالي 40 يوما من المشاورات الماراثونية والجلسات الثنائية والمباشرة في الكويت بين الفرقاء والوسطاء والرعاة الدوليين، وإن كانت جميعها مهمة وممهدة لاتفاق سلام ينهي العدوان السعودي المستمر منذ أكثر من عام وشهرين ويرفع الحصار بكل مسمياته، إلا أن الأهم هو أن يضع المتحاورون اليمن نصب أعينهم ويقدموا تنازلات تحفظ وحدة اليمن وتعيد الأمن والاستقرار إلى وطن تتقاذفه الأمواج متلاطمة وتنهي معاناة شعب عظيم أثبت أنه أكبر من جراحه وآلامه وأنه يستحق مبادلة وفائه بالوفاء لتحقيق طموحاته وأحلامه. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، الكويت. احتفت أمانة العاصمة بالعيد الوطني.